اذكر اذكر معلما أثريا هو الأشهر في العراق. جواب الملوية. منارة الملوية في سامراء. الملوية، نعم، منارة الملوية في سامراء. الاحتمال السابع، جيب احتمال أعلى، أول ثاني ثالث، وتقررين إذا تروح وياكم أو وياهم. يلا. قلعة أربيل. قلعة أربيل، نعم، قلعة أربيل جاءت بالاحتمال السادس، من حقك تقررين أن نروح وياهم أو نروح ويا الإدريسي. ها، وياهم. وياهم هدية. إذن تفضلي مريم. زين، جت من يمكم، يعني المعالم الأثرية ترى سهلة، وصفنوا لها شوية وأخذوها من العراق بيش بي كذا، مو صح؟ يلا خلينا نشوف الآن. أستاذ حسين، نعم، لك. أسد بابل. أسد بابل صح.